مرحبا واضح. أنا منى الوحيد، ممرضة بالأنروا، بشتغل بعيادة مارلياس، مخيم مارلياس. واحدة ونص طلعوا، خمسة ونص كانوا بعضهم بنفس المحل، حتى نحن يعني لأنه كان عجقة كتير، فهني لو وصلوا على وقتهم كانت فاتت على المستشفى وقعدت برياحة ولدت عادي، بس عجقة كتير كانوا ما قدروا يوصلوا. في ولادة عم بتصير، يعني شو بدنا نعمل؟ نترك المرأة بالطريق؟ ما فينا نتركها، ما في مستشفى قريبة، ما في صليب أحمر، ما في شيء، ما في ما كان فيني أتركهم. لما نزلت لقيت حالي يعني خلص صرت بدي أتصرف، مفروض إني أتصرف بالشيء اللي أنا تعلمته، لو إنه أنا مش مرسيته على الأرض، بس كان عندي شوي فكرة ومضطرة أتدخل. والولد لما طقميت الراس خلص صار هو بده محيط مثل اللي احنا عايشين فيه، بطل عايش بالمي اللي كان هو قادر يتنفس فيها، يعني المفروض فورا الولد يطلع والخلاص يطلع. كان في خطر كبير على الام وعلى الولد، هون كان في شويه صعوبه لانه حسيته ما عم يطلع، وانا صراحه مني قابله، مني دكتوره نسائيه، ما بعرف قد ايه المدى اللي بقدر انه اسحب فيه وشد. الوقت انا حكيت مع الدكتور، اتواصلت معه وسالته عن الخلاص، قال لي المفروض الخلاص يطلع يظهر، المفروض تسحبيه لانه ما بيسوى يضل. فخفت ينقطع معي الحبل الخلاص ويبقى الخلاص جوا. رجعت قلت له نجيبوا البيبي حطوا نعطيه لامه، بصير شوي الضغط، بتساعدني هي شوي كمان. اجى البيبي اعطيناها اياه، عبطته، قلت له شدي شوي، صارت تشد شوي منا وشوي مني، انا عم بسحب نزل الخلاص. في رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين، في الأنروا، في مدرسة ابني كمان عنده بيت كريم، عنده بالصف، في بالعشاء، تمت على الحمد لله، تمت على